للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي تصطف امرأتان في المرتبة الثانية والثالثة على صعيد توارث الحكم. إحداهما لديها حظوظ كبيرة في الوصول لكرسي الرئاسة يوما ما. إنها كاميلا هاريس. مادام فايس بريزيدنت. No president has ever said those words from this podium. لفتت هاريس الانتباه مرات عدة. أولها حينما اختارها بايدن لتكون أول امرأة ملونة تشغل منصب نائب الرئيس، والثانية حينما فاز بايدن بالرئاسة، حيث طرحت الأسئلة بشأن دورها مع رئيس هو الأكبر عمرا في تاريخ الولايات المتحدة. هاريس حديثة العهد بواشنطن، نادرا ما تغيب عن حدث يكون فيه الرئيس حاضرا. يبدو بايدن ميالا إلى العمل بروح الفريق، وهاريس تجد لها دورا في ذلك حيث تريد مستقبلا في الحزب الديمقراطي. تتولى هاريس مسؤولية ملف الهجرة، وهو أحد أكثر الملفات إثارة للجدل، كما ستتولى الآن ملف البنى التحتية وخلق الوظائف. وكونها أول امرأة ملونة في منصب نائب الرئيس يمكن الشعور بردة فعلها حينما يتعلق الأمر بالعدالة العرقية وعنف الشرطة. كل ذلك يرفع سقف التوقعات منها بغض النظر عن محدودية خبرتها السياسية والتي لا تتجاوز 5 سنوات. من المبكر جدا الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كان بايدن يعدها لخلافته. دورها في الإدارة الحالية ما زال يتطور ولم يصل إلى حده الأقصى بعد. المقربون من هاريس يؤكدون أنها تهتم بضمان نجاح الإدارة الحالية أكثر من اهتمامها بمستقبلها السياسي. أما منتقدوها فيقولون أنها تقود الرئيس نحو اليسار تدريجيا. يقول المدافعون عن هاريس أنه من المبكر الحكم على أدائها باعتبارها تتولى 2 من أهم ملفات أي إدارة أمريكية، وهما الهجرة والبنى التحتية، ملفان لا يرى أنصار هاريس أنهما شهدا تقدما لافتا تحت الإدارات السابقة بسبب المخاوف من رد فعل الناخبين. زيد بنيامين، العربي، واشنطن.